مسعود برزان كان حريص، مسعود برزان يريد دولة، ما يريد اصطفافات كتل ويريد استحقاقات، يريد رئيس وزراء يحل مشاكل موجودة، يتبنى كثير من المشاكل العالقة، يريد يفعل موارد، يريد ينطي حقوق، يريد أكو ملفات مفقودين، مساجين، حدود، شغل، هذا كله محلي، ليش احنا ندخل دول؟ ما يريد تدخلات خارجية، يعني نريد نكون حالنا وطني عراقي. نعم. التنسيقي. شوف احنا ما جايين نتحالف مع طرف ضد الاخر، احنا راح يكون تحالفاتنا بمسافة واحدة مع الجميع كي نبني بلد، مؤسسات دولة، ننهي الفوضى الموجودة، سلاح منفلت، نفعل موارد استثمار. الشارع انطانا فرصة كما اسلفت، انطانا فرصة اخيرة، لو نبني بلد، لو نذهب الجميع الى المجهول، من نذهب الى المجهول الظلم راح يرجع الى المواطن العراقي، معناته احنا ما عندنا غيره، لازم يكون اكو تصفير للبشر.